استقبلت مساعد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 جهاد عامر الشباب المتقدمة للمقابلات الشخصية الذين تقدموا للتطوع بالبطولة. وقالت جهاد عامر أن اختيار الشباب المتطوعين بدأ بإتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة في تنظيم البطولة من خلال إطلاق استمارة التقدم على الموقع الإلكتروني، مشيرة إلى أن عدد استمارات التقدم كاملة الاستيفاء بلغ 5428 استمارة بواقع 5296 شابا وفتاة من أبناء مصر من جميع محافظات الجمهورية و132 شابا وفتاة من جنسيات أخرى. ما عندناش اي محافظه لم يتقدم منها مشاركين، بل بالعكس في اقبال من المحافظات حتى من صعيد مصر وشمال سيناء. عندنا برضو شباب واعد متقدم من شمال سيناء ومحافظات الجمهوريه بالكامل. عندنا 132 متقدم من دول اجنبيه، ودي الحاجه الجديده اللي تعتبر اضافه في مفهوم العمل التطوعي، ان في احد الملفات الخاصه بالبطولات الرياضيه وطبعا بحجم كاس الامم الافريقيه يتقدم ليها متطوعين من الدول الأجنبية، في متطوعين من 24 دولة أفريقية، وباقي ال 38 دولة متقدمين من إنجلترا ومن فرنسا ومن كندا ومن أستراليا. حدث مهم جدا، حدث عالمي مصر بتنظمه، وإحنا كمان لازم نكون واقفين بشكل موضوعي أكتر في اختيار المتطوعين، علشان هم هيمثلوا مصر بشكل كبير قدام ثقافات مختلفة ولغات مختلفة، فبالتالي لازم يكونوا جادرين بالوقوف في موقف زي ده او بتنظيم حدث كبير زي ده. ما يهمنا قوي ان هو يبقى متحمس لفكره ان هو يمثل مصر، وطبعا حضرتك زي ما عارفه ان دي ذا ايفنت انترناشونال، لازم يبقى عندهم اوريدي لغات، عندهم فكره عن المطلوب منهم ايه، ايه مواقع التوزيع اللي هيتحطوا فيها، يبقى عندهم برضو خبره كرويه الى حد ما، خبره رياضيه، ويبقى عندهم اهم حاجه الشغف ان هم يشاركوا، لان طبعا ده عمل تطوعي، فبالتالي هو يبقى اوريدي عنده الانتنشن، النيه ان هو يخدم البلد بشكل او باخر، ويبقى كمان متحمس انه يدي صوره حلوه عن مصر. انا ايمج يعني بلدي، لازم يبقى شكلي كويس، لازم يبقى بتكلم كويس مع الناس، بنتعلم من الناس وبنعلم الناس، فحاجه حلوه ان الشباب بتوع مصر لازم يأدوا يعني الواجب بتاعهم، وهم مش حاسين ان ده واجب عليهم يعني.